السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فيديو جديد من قناة دكان فاني للأول مرة يشوف القناة ما ينساش لايك للفيديو سبسكرايب القناة وتابعونا هنشتغل بريزن روكسان اللي قلت لكم عليه ان انا اشتريته عشان اجرب بيه الشغل هيبقى ايه خصوصاً التصلب بتاعه سريع جدا نسبة الخلط من مئة لخمسة وخمسين بي أنا هستخدم نسبة أقل لأن أنا هشتغل حاجة صغيرة مش كبيرة بس عشان نجرب الريزن ونشوف الشفافية بتاعته المفروض إن الريزن ده بيستخدم مع الألوان يعني هو فيه نسبة اصفرار شوية فبيستحسن ان يستخدم مع الالوان انا هستخدمه شفاف عشان نشوف الشفافيه بتاعته هتبقى شكلها ازاي بس انا هحط معاه ورق دهب يعني حاجه مش هتضرني خالص لو استخدمته شفاف مع ورق دهب هيدي لون اصفرار مش هيبان اصلا مع ورق الدهب هنشوف برضو درجة الشفافية بتاعته شكلها ايه انا هاخد نص الكمية دي لان انا مش محتاجاها كلها نص الكمية تبقى مثلا لو خمسين جرام من العبوة A تبقى أقصدها سبعة وعشرين جرام من العبوة B تمام انا هظبط النسب بتاعتي واوزن الجرامات بتاعت المصلب طبعا انا اول مرة استخدمه معاك واهو ده اول فيديو اللي هي ريزن روكسان فانا هقول لكم التجربة بسلبياتها بايجابياتها كاملة مش هخبي عنكم حاجة هو كده كده الريزن انا مشترياه بفلوسي يعني ده مش اعلان لأي حاجة خالص انا بس حبيت ان اجرب ريزن سريع ينجدني في اوردرات انا مستعجلة فيها تمام انا هاخد من المصلب حوالي سبعة وعشرين طبعا في جرام كده زيادة هقلل شوية هظبط الكميه بتاعتي عشان خاطر ما فيش اي مجال للخطا ونتاكد ان الموازين بتاعتنا شغاله الميزان اللي بتشتغلي بيه شغال علشان خاطر ما نخلطش نسب غلط تمام نيجي بقى للخلط نشوف الخلط بتاع الريزن كثافته شكلها ازاي فضي كل كمية المصلب بتاعتي اللي انا وزنتها نبتدي بقى مرحلة التقليب تمام آه الكثافه بتاعته متوسطه انا حاسه ان الشفافيه بتاعته يعني الى حد ما كويسه جدا يعني ما فرقش حاجه عن الريزن اللي كنت بستخدمه في الشفافيه بس احنا لسه في اول التجربه هنكمل كده ونشوف بدا يعمل الغيامه بتاعه الدمج بتاع المصلب بالريزن شايفين لا ربما يمكن عشان الكميه اللي انا عاملاها صغيره الكاميرا عامله نسبه اصفرار هكمل تقليب بصوا الريزن في بابلز بس دي مع التقليب ده طبيعي مع اي ريزن يعني انا حاسه ان هي لسه ما احكم على البابلز دلوقتي آه، انا هسيبه دقايق قليله جدا عشان هو سريع التصلب المفروض يعني فانا هسيبه يهدم البابلز خالص سبته كام دقيقه كده وهبتدي احط ورق الذهب لان ورق الذهب برضو زي ما قلت في فيديوهات كتيره جدا خصوصا ورق الذهب الصيني بيعمل بابلز بقلبه بدري يعني اقلبه والريزن اصلا سايل عشان يعمل البابلز بتاعته ويبتدي يطردها تاني لان بعد ما بقلبه بيعمل بابلز فما ينفعش نحط ورق الذهب والريزن تقيل ما ينفعش هيعمل بابلز مستحيل تتخلصي منها تمام انا هستخدم يعني كميه ورق دهب كبيره شويه عشان انا عايزه ورق الدهب يبقى واضح وباين جوه القالب بتاعي تمام ابتدي اقلب ومقلقش خالص لان في اي ريزن هيعمل بابلز قلبه وفتته كويس قوي واسيبه هو هيعمل حبه بابلز واسيبهم يطرد البابلز بتاعه ما كتير انا براقبه لاني اول مرة استخدمه فممكن يتقل ويتفاعل معايا بسرعة تمام قلبته كويس قوي شايفين البابلز كبيرة ازاي دي البابلز اللي بيعملها ورق الذهب بيبقى حجم البابلز اصلا كبير ما منها لان بتطرد بسهولة. تمام? انا هسيبها وقت صغير خالص لان انا هصب قبل ما يتقل. تمام? انا ما استنتش الريزن يتفعل ويتقل هبتدي اصب. طب ليه ما استنتوش يتفعل ويتقل وهصب? لان في بابلز صغيرة قوي انا حابة اطلعها بالولاعة. لو سبته لما يتقل. والبابلز دي ما طلعتش مش هعرف استخدم الولاعة مش هتطلع لي كمية البابلز اللي انا عايزاها هتطلع لي جزء وجزء وخصوصا كمان ان انا حتى مش هعرف ارش عليها كحول كل ده مش هيفيدني لما البابلز لما الريزن يتقل البابلز بتبقى اثبت ما بترضاش تطلع فانا اصبه وهو شوية سايل واوزع ورق الذهب بتاعي بالراحة كده عشان خاطر يبقى يملى القالب كله ده, ده قالب المقابض بتاعت الصينية اللي انا هشتغلها برضو بريزن في الفيديو الجاي بس احنا بنجرب الريزن كتجربة الاول في المقابض بتاعته تمام انا وزعت ورق الدهب كده على القالب كله في بابلز صغيرة يبقى هستخدم الولاعة او هستخدم الكحول ده وقت مناسب جدا ان استخدم الولاعة الريزن مش تقيل فهتطرد لي كل البابلز الصغير اللي بقى في الجوانب طبعا انا عملت القالب ده ومحسبتش الساعات يعني انا نمت وحوالي مثلا بعد عشر ساعات بالضبط لقيت الريزن اتصلب يعني القالب جمد كده حاولت اسحبه من الجناب لقيته بيطلع معايا يعني ممكن اطلع الشغل بعد عشر ساعات من القالب كويس جدا طيب في تصلب تام لا طبعا مش متصلب تام المقبض شويه فيه ليونه يعني انا لو تنيته ممكن يتني معايا مش قوي بس ممكن يتني فانا خفت ان هو يتقوس فبالراحه كده شلت المقابض بتاعتي نشوف بقى اللمعه بتاعته ونشوف الشفافيه طبعا اللمعة اكيد واضحة وانا بطلع من القالب من قبل ما اخرجها للنهاية اللمعة جميلة ما اي مشكلة لمعته حلوة قوي الشفافية برضو كويس بس احنا مش هنقدر نحكم عليه الا لو عملنا جزء شفاف كامل بس الشفافية حلوة قوي مع ورق الذهب بس فيه ليونة شايفين الليونة هي بسيطة يعني انا لو سبته على سطح مستوي خلاص هيتصلب او هيكمل الجفاف بتاعه ويتصلب ده شكل المقابض بعد ما طلعتها انا هسيبها تكمل الجفاف بتاعها على سطح مستوي عشان ما تتقوصش مني بس انا يعني الريزن روكسان انا بصراحه يعني تجربتي معاه جميله جدا هستخدمه بس هستخدمه للحاجات اللي انا يعني محتاجاها اوردر سريع بجانب طبعا الفاست ديكوريشن والكاست ديكوريشن الاثنين ما اقدرش استغنى عنه بس ده هتنجدك في الاوردرات السريعه ما تنسوش بقى لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته